كوكو البنات، اليوم غنوريكم واحد الكيراتين. صراحه قلت يعني غادي نصاوبو، نقول غادي نصورو لكم على السريع، واخا سبق لي عطيتكم يعني ماسك او كيراتين طبيعي استعملنا فيه الموز. غنعاود نعطيه لكم، انما ماسك مختلف على اللي سبق. يعني الموز ضروري جدا جدا، كيعطي بزاف الفيتامينات، فيه بوتاسيوم، فيه بزاف المغنيسيوم، فيه بزاف الحاجات اللي كتفيد البشره والشعر. يعني كسواء استعملتي كماسك للوجه مفيد، كماسك للشعر مفيد. اليوم غنوري لكم يعني بطريقه سهله، لان هاد الجوج حبات ديال الموز كانوا مساكن غير يتلاحوا، صافي بقاو فيها مساكن طابو طابو حتى طابو بزاف، وما كيبدا فيهم واحد شويه الكحول حتى واحد ما كيبقى يبغي ياكلو. هنا كيف كتشوفوا، خديت هذوك جوج حبات ديال الموز اللي هراو ماشي غير طابو، ضفت عليهم تقريبا واحد جمعه كبار ديال العسل. طبعا استعملوا عسل طبيعي هنايا في الوصفات الاولى، الماسكات اللي تكونوا خاصين بالشعر. وهنا غناخد واحد جوج معالق كبار هكا ديال المايزينا. النشا طبعا معروفة جدا حتى هي في تنعيم الشعر، كيراتين طبيعي كنستعملو فيه اما مايزينا اما الروز الابيض، هذاك الروز نوعية جيدة كطحنوها كتاخدو توا منه ملعقتين. كذلك استعملوا للشعر وللوجه، هادو يعني شي حاجات اللي راهم في العالم معروفين في تنعيم البشره والشعر. هنا كيف شفتوا خديت العناصر كامله. طبعا هنا كنت غنقدر ندير مايو المايونيز حتى هو نضيفه، او لا اي زيت للشعر، انما انا لان الصباح فاش فقت درت زيت جوز الهند او لا زيت الكوك درتو لشعري، فانا ما غاديش نضيفه هنا. بالنسبه لكم الا كنتو باقي ما درتوش، فانتوما ممكن تضيفوا اي نوع من الزيوت كتحطوها على شعركم، يعني تضيفوها الخليط وتطحنوه باش هكا كتستافدوا، يعني كتغديو الشعر مزيان. فانا لانني درت زيت الكوك قبل فما غاديش نديرو دابا، غندير غير هذا الماسك باش لان فريمون بانوا ليا البنانات غيتلاحو، قلت اجي نديرهم ماسك قبل ما ندخل ندوش، نحطهم هكا على شعري، فما غنضطرش انني نضيف زيوت اخرى لان اوريدي دايره الزيت لشعري من الصباح. صافي غنجي دابا هنايا باش نطحنوا هاد العناصر كامله وهاد الخليط. انا غلبنات هنا كذلك ممكن نضيفوا الحليب، اما بودره اما الحليب شويه، يعني ربع كاس هكا ديال الحليب، منها غيساعد ان البنان راه اوريدي غيتطحن لانها طايب بزاف، ما غيكونش فيه تكتلات بحال الا كان باقي شويه شاد. فالحليب حتى هو مهم جدا جدا، الناس بكري يعني كليوباترا وبزاف الناس في القديم كانوا كيعوموا به وكيستحموا به من الشعر والجسم وكل شيء، مفيد جدا جدا. فهنا كيف شفتوا ممكن كتضيفوا حتى الحليب الا بغيتوا بودره او سائل. انا هنا غنحاول انني نتاكد ان العناصر كتخلط كامله وكتندمج مع بعضها. كيف كتشوفوا غنحاول انني مره نوقف ونحرك كل شيء حتى نحصل على واحد الماسك اللي يكون لين ويكون مقادي، يعني ما يكونش فيه تكتلات باش ما يكرفسنيش في الغسيل، لان باش نغسلو غادي تلقاو شويه صعوبه الا بقاو فيه تكتلات. انا البنات كيف كتشوفوا كنظن ان هذا الخليط هذا راه صافي، راه الصباح متجانس عندي. كيف كتشوفوا ما فيه لا تكتلات لا والو، يعني دابا غنحطو على الشعر ديالي مزيان. كيف ما عودتكم دائما هاد الماسكات اولا هادو البديل ديال الكيراتين اولا الكيراتين الطبيعي، فاش كنجيو نابليكيوه على الشعر كنابليكيوه وكنحاولوا اننا نماسيوه على الشعر بشعره، يعني كنجبلو، بقى لي غير انني نخوي شي زلافه اولا هكا باش يجيني ساهل، ونمشي للحمام ونحاول انني نفردو على الشعر كامل من الجذور حتى الاقصى. يعني كديروا اي ماسك طبيعي اولا اي حاجه كتستعملوها طبيعيه ما تخافوش تقيسوا بها الشعر كامل اولا البشره، حتى الكونتور ديال العينين ممكن تحطوا. وعلى فكره هذا الماسك هذا ممكن ديروا منه حتى الوجه، يعني انا غنخلي واحد جمعيقات نديرو من البشره ديالي لوجهي هكا والعنق. طبعا الباقي غادي ديري كيف ما قلت لك لشعرك، وتحاولي انك قبل ما تجمعيه يعني تماسيه وتجبدي بحال كديري كيراتين للشعر او لا ليساج او لا شي حاجه بحال هكا ترطيبه. تشري يعني تجبدي تماسيه، تدخلي دوك الفوائد هذاك الغنيه اللي في البنان وفي العسل، دخليهم مزيان في الشعر ديالك في الفروه ديال الراس. حاجه اخرى بعد ما تديريه ما تلويش شعرك ديك اللويه اللي كنديرو ديال تلويه وتشديه، حاولي انك غير هكا تهزي تشدي غير بمقبط او بلا والو، غير تخليه هكاك وتلفي عليه بلاستيك غذائي ضروري باش كيعطي ديك السخونيه. كي انا دابا من الاحسن انكم ديروا اي ماسك وديروا عليه البلاستيك لانه شويه
يبدا كيتحرك البرد، ومنها كي كيسخن الشعر ديالنا، الفروه ديال الراس، المسام ديالها كيتحلوا، داك الشيء دغيا كيستافدوا من الفيتامينات. صافي غتخليه ماكسيموم واحد نص ساعه، يعني عندكم وقت تخليه ساعه ودخلي غسلي عادي. طبعا كتغسلي مزيان مزيان، لان الا ما طحنتيش البنان مزيان غيبقاو لك دوك التكتلات ديالو وداك الشيء غيبقى لك في الشعر. فمن الاحسن انك تديري في الماكينه وطحنيه، كتفادي دوك انك ديري غير بالفرشات، ما غاديش يكون مزيان. صافي البنات، هادشي اللي كاين، هذا هو الماسك اللي غادي ندير اليوم. طبعا بعد ما كتغسلي شعرك وكتوني ديري شي ماسك، تفادي انك ديري كونديشنر اولا البلسم. دائما ملي تكونوا دايرين ماسك غسلو غير بماء والشامبوان، يعني ولا كنتو تقدروا تتفاداو داك النهار الشامبوان تفاداوه، الا ما كنتوش غتخرجوا ولا داكشي خلي داك النهار غسلي غير بماء عادي مزيان مزيان بالماء، وما ديري لا شامبو لا بلسم لا كونديشنر لا ماسك لا والو، باش يستافد يبقى الشعر مستافد من دوك الفيتامينات اللي عطينا. لان ملي غديري ليه دوك المواد الاخرى تعطي الشامبو والبلسم وهذاك الكونديشنر اولا اللي كان كيكون فيه برودوي لي هذا شيميك، يعني برودكت كيميكال، فما غاديش بحال كتعاودي تضري الشعر. فتفادي النهار الاول انك ملي تغسليه تكوني داري شي ماسك تغسلي وتديري غير الماء عادي، صافي حتى الغدا اللي عاودي غسلي ديك الساعه الا بغيتي تغسلي. وتفادوا دائما هاد الماسكات وهذا الشيء ملي تكونوا دايرين ماسك طبيعي، ما ديروش موراه ماسك فيه برودوي شيميك، يعني ماسك ماشي طبيعي. المهم فهمتوا الفكره ياك؟ صافي هادشي اللي كاين البنات، غنمشي نديرو نغسلو وصافي. نحاولوا انكم كذلك ما ديروش السشوار وما ديروش دوك الشيء اللي كيضر الشعر. بعد ما تكوني دايره شي ماسك خلي على الاقل واحد النهار ولا يومين يستافد من دوك المواد اللي غديناه بها، عندك ساعه عاوتاني رجعوا. هذا راه ممكن ديروه مره حتى جوج في السيمانه. اي ماسك طبيعي ممكن ديريه حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، ماشي مشكل، ما كيضرش، لان كل ما كغديتي الشعر كل ما غديتي البشره ديالك كل ما كتستافدي منها. ماشي بحال العكس المواد الاخرى اللي كتكون فيها مواد كيميائيه، فهي كيلا درتيها كثرتي على الشعر فهي كتزيدي تضريه فعاود ما كتنفعيه. دونك هادشي اللي كاين البنات، وشربوا الماء بزاف. وليت كنحاول انا، ماشي بالنوع اللي كيشرب الماء بزاف، وليت كنحاول اني نشرب، لان الماء هو اش خلاها صديق للبشره والشعر وكل شيء، كيغدي الشعر والبشره بطريقه يعني رائعه. الماء كل ما شربتي الماء كل ما كتلاحظي ان البشره ديالك كتبقى محافظه على الرونق واللمعان ديالها وعلى الشباب ديالها وعلى بزاف الحاجات. الماء راه مهم جدا. يعني صراحه انا حتى دابا عاد بديت كنفورسي على راسي نشرب بزاف الماء، لان مهم مهم بزاف بزاف. يعني كل ما كشربتوا الماء كل ما كان احسن، تفادوا بزاف المشاكل سواء في البشره او في الشعر او حتى في الصحه. دونك هادشي اللي كاين البنات، نمشي نابليكي هذا الماسك ونخليه على الاقل واحد ساعه وندخل نغسلو وصافي. هادشي اللي كاين البنات، وما تنساوش ديروا منه الوجه، ممكن كذلك حتى اليدين، مهم جدا كيحيد لك دوك الغيد ودوك التصبغات اللي كتكون عندنا في البشره او دوك الالوان اللون اللي غير موحد. صافي هادشي اللي كاين البنات، يلاه باي باي، ما نطولش عليكم، كنبقى بعد ما كيبغي يطولي، ولكن كنحاول نعطي ماكسيموم معلومات. واخا كنحاول غير باش نوصل الفكره اللي جينا نعطيو معلومات وفوائد ديال هادشي كامل، ما غنساليوش، غتخليو خاصك واحد الساعه على الاقل. يلا البنات، باي باي.